دلوقتي هنعمل سلطة الجرجير والبنجر الصحية. السلطة دي طبعا مفيدة جدا جدا جدا. الجرجير معروف هو قد ايه مفيد، بالذات للي عندهم نقص في الدم او يعني في الهيموجلوبين الحديد. كتير الجرجير مفيد جدا جدا جدا. والجبنة طبعا معروف انها مفيدة، فيها لبن. والرمان من كمان الفاكهة اللي كتير مفيدة، هي والبنجر مفيدين جدا. وعندنا عين الجمل، يعني مليانة حاجات إن شاء الله تكون مفيدة. وكمان هنحط عسل على الدريسنج بتاعنا، ف يعني قيمة غذائية كاملة متكاملة إن شاء الله تستفيدوا منها. فعشان نعمل الوصفة دي عايزين ربع كيلو بنجر مسلوق، وعايزين باقة جرجير، وبصل شرايح، تلت كوباية عين جمل، معلقتين كبار جبنة فتة، ومعلقتين كبار رمان. والصلصة عبارة عن فصين ثوم، 4 معالق كبيرة خل بلسمك، 4 معالق كبيرة زيت زيتون، 3 معالق كبيرة ليمون، معلقة صغيرة سماء، ومعلقة صغيرة عسل، وطبعا عايزين شوية ملح. طيب أول حاجة هنعملها، عايزين إن إحنا نقطع البنجر اللي عندنا. بصل هندعكه بالسماء، السبانخ كمان بتقدروا تعملوها سلطة، يعني بتقدروا تاخدوا السبانخ وتعملوها سلطة كمان مش بس الجرجير. طيب هناخد بقى البنجر اللي عندنا وهنقطعه برضو، اقطعوه زي ما انتوا عايزين. هناخد دلوقتي الجرجير اللي عندنا وهنحطه في الطبق. هنحط من كل الحاجات اللي عندنا شوية كده ونقلبهم، ونشيل شوية تانيين للوش. البصل اللي عندنا زي ما قلنا هناخده ونحط عليه سماء، وناخده برضو هنا ونقلبهم كده مع بعض. وبعدين نحط بقى عليها بقية الحاجات اللي عندنا. عندنا الجبنة الفتة بالراحة، لازم نقطعها لأنها على طول بتتكسر. البصل وشوية من الرمان وشوية برضو من البنجر. عشان كل حاجة تبقى باينة، يعني الحاجات اللي جوه تبقى باينة كمان من برة. وناخد شوية من عين الجمل اللي عندنا ونحطه. ونعمل بقى دلوقتي الصوص بتاعتنا. هناخد زيت الزيتون اللي عندنا، هنحطه مع ثوم والخل البلسمك، العسل الأول، معلقة صغيرة بس عشان العسل يعادل اللزوعة بتاعت اللي خل البلسمك عندنا. ونحط ليمون ونحط زيت الزيتون. وناخد الجبنة اللي عندنا كده نحطها على الوش برضو. وناخد بقى الصوص، طبعا لازم تكون هي اخر حاجة قبل التقديم، هي بنقدمها.